إيران أبل علي إسرائيل بأمايت بزغس أروس بألبو نفرت الميسايلات زتسنة متقعة مكيادة صعبة بسفيح تسبي زقبر اللو نحن مفداي تكبر زملكة مخانو تغليصون أبل مانغوز النعمتات زسن حاكر حنت زلوان كل تسلاتي كم زعينة كتتاو قجت كرأة نفل ما أوان كوينم وتهدرو حيل إسرائيل إسرائيلن كالو تاقراتن لعلي سلستميتي كروز ميسايلاتن سب البو نفرتن كاب اير كمز فشلان مبزحت ان كاب كل اير اسرائيل وصاي كمز توقع عن ارغاغيصن كاب ايران بعصرت تات زقصرو ميسايلات ناب مريت اسرائيل كمز تتوكوس زحبره سراويت مكلخال اسرائيل مبزحت ام كاب تمز تتوكوس ميسايلات دروناتن ناب مريت اسرائيل قدم مسغاروم مس هاغرات استراتيجيكوين مشارق اسرائيل بمخان زبزحو بعوت كعقتن كلوم اب كبابي دوباو اسرائيل اب زرك مدبر سراويت مكلخال حويسوم وحد قصر زلو ميسايلات ناب غزات اسرائيل بمتاو بتحت قرصية قليل قدات بس حكم زلقن أفلت الله أقول قلت أمبرانس إسرائيل حانت قال شو عتعمت بدوين أبد بوزوبة أراد كابز ودق فرس راس كم زت قدرت كحبرن كلام ميستر هاجر وصيحوت مال مشيت بإيران زتفس أمس في حمد كعتيم عبي مجوهر مخانو بمتنقاق نس مشارقتنا محظوتنا بمخان نهاجر إسرائيل حزب إسرائيل مكل خال بملء حيلنا نسرح لنا قبل أفلتون نسو اب زهب وفلي مغلسي ايران اب حاد ليتي لعلي سلست ميت ميسايلات درونات ناب اسرائيل كمز ونشفات تي تسع عن تشعات ميتا ودما كمز فشل بمحبار قلا كابت متقاعتي كاب عراق يمن كمز تبقس حبير بزحات بعصر تتات زغوط سرا نفرتن كمون عصر تتات كروز ميسايلاتن كاب ايران ناب مريت اسرائيل نابرر اب سماين هلو كمز برعان زغلس تحابريتام أبز وانزي بعصر تتات زغصرا نفرت وق إسرائيل أمريكان برطانيان نخلو ناب مريت إسرائيل كاب أير زمس سقاطات نمعقات إسر حاكم زلوا أفلتون إيران بوغنا أقدستي وتهدرو علاماتات سراويت إسرائيل بعود كمز وقعت كتقلص انكلام أبتي بغازيتا منغستي إيران زتوها بمغلسي تهران أبنا جيف زركب أقدس وتهدرو مع عسكر إسرائيل كيبر ميسايل تتقيما بعود علامات كمز قبرتي أقلصام زي حادوشن زمناون لعلي كل تشح كيلومتر زقوع عز ميسايل لعل فتنة سلزلوا بصرة ميسايلات مكل خالو أشجار مخان زقلصة إيران بزحات كابو قبو علامة وقعي كتبليا قليصام إيران بتوساخي أب روسيا نزمد برامر بحبريتا سبوتنيك بمتقاس أب زهبو تو مغلسيم شو عات كابتوم زتوكوسو تو ميسايلات أب حيلا آير رامون كمز عالوبو غليصام پرزيدنت نبر دونالد ترامب تمال مشيت أب بنسلفانيا أب زتخايد سلفي بزعبا متقعات إيران أب لعل إسرائيل دمسي آسمي علم نسو تمتقعاتي وسي دغمت أمريكا مخانو نتوم زتاكو بهزبي بمحبار إز زخونو المخنيا دم ما عبي دخمة سلزر آنا اي كبل نسو آب سلطان انتزهلو زمت قاعتي اي متفس امن نيرو كبل تزاري بم دونالد ترامب وصيخو ميسايلات ايران ناب اسرائيل آب زتو كوصلو زنبر وان امريكا قن اسرائيل تسلي اللي اني راب مبال آب لعل ايران آب لايز بحال سوقم تزي موسادا نقيفون پرزيدنت جو بايدن قنا آب ناي تويتر ملوغتو نفرت وق امريكا بوزوح كابتي ناب اسرائيل تتو كوصو ميسايلات دورونات كم زمكنا ايو غليصم ايران اب يمن سوريان عراق زنكا ساقوسو وكلتا كاب محقاز حاليفا اب اسرائيل اب لعلو وتهدرو مسالت اتاترا ايو زيفلت متقعت اير اكايدا كبل كا كونينون زي كم زلنا هلوه إيران تمال قدام نقوه مس إسرائيل ركب زلوه نقداويت مركب بمس أبو هرمز كتحلف انكلاه كم زي تقاس أسرت تغاليسون فولي حيل إيران كاب قماقم بحر حبرات إمارات عرب أستاد 8 كيلومتر رحيقو أب زرك بوتا نابتا MCS إيريس بزبل تسوع مركب كم زي تسقلو مرباب حبرتا MSC زوصة مغلسي آمل كيتون معاكن زينا أسوشيتر برس زرخ وبوتن كاساقس سلوون اتون وتهدرات ايران كابي هليكوبتر نابتا مركب كواردو زرئي ام اتا بانديرا پورتوغال زسقلت مركب بي ام اس سي تم حدر كوينان نس اسرائيلاو بليونر
ኢያል ኦፈር ምትስሳር ዘለዋ ምዃናውን ተገሊጽሎም እዚ ፍጻመ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዶማስቆ ሶርያ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣየር ስዒቦ ቆንስል ኢራን ድሕር ምፍራሱ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ክትፍጽም ኣብ ምቅርራብ ምህላዋ ስጋት ኣብ ዝዓሰለሉ እዋን እዩ ኣጋጢሞም እስራኤል ብሶኒ ኣብ ዘውፃእቲ መግለጺ ኢራን ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከተጋደዶ ብምምራጻ ሳዕቤኑ ክትስከም ምዃና ሓቢራ ይረአ መረዳእታ ምክትታል መራክብ ከም ዘመልክቶ እታ መርከብ ንመወዳእታ ግዜ ዝተራየትሎ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኢማራት ዓረብ ኮይኖም ቅድሚ ልዕሊ 18 ሰዓታት ናብ መጻብቦ ሆርሙዝ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ኣመልኪቶም ብድሕሪኡ ምክትታል መረዳእታ ዝተዓጽወ ይመስል ዝበለ እቲ ዜና እዚ ድማ ከምቲ ኣብቲ ዞባ ምስ እስራኤል ምትእስሳር ዘለዎን መራክብ ዘጋጥመን ልሙድ ነገር ምዃኑ ሓቢሮም ትካል ስርሒታት ንግዲ ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ወታሃደራት ናብታ መርከብ ምድያቦም ኣረጋጊጹ እዩ እንተኾነ ብዛዕባ ተሳትፎ ኢራን ዝጠቐሶ ነገር ዘየለ ኮይኖም ኣብ ክንድኡ እታ መርከብ ኣብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ፋጃይራ ብሰበ ስልጣን ከባቢ ከም ዝተተሓዘት እዩ ገሊጹ ይኹን እምበር መራኸቢ ብዙሃን ኢራን ኣብቲ መጥቃዕቲ ፍሉይ ሓይሊ እታ ሃገር ተሳትፎ ከም ዝነበሮ ቀልጢፈን እየን ገሊጸን መንግስታዊ ማዕከን ዜና እታ ሃገር ኢርና ጨንፍር ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ስላማዊ ሰውራ ኢራን ንመርከብ ኤምኤስሲ ኤርየስ ምስ እስራኤል ምትእስሳር ስለ ዘለዋ ከም ዝተቆጻጸረ ከዓ ሓቢሮም ወሲኹ ድማ እታ መርከብ ናብ ማያት ኢራን ንክትውሰድ ኣብ መስርሕ ከም ዘላ ጠቂሱ ካልእ ድሒሩ ዝወፃ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኢራን ነቲ ኣብ ልዕሊ መሬት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ተራእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮናትን እታ ሃገር ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ ከይትፍትን ክትብል ኣጠንቂቓ ምላሽ እንተሂባ ድማ ውፅኢቱ ዝኸፍአ ክኸውን እዩ ክትብል ተሓንያ ሓላፊ ዕጡቕ ሓይልታት ኢራን መጀር ጀነራል መሓመድ ባገሪ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ሕነንተ ፈድያ ምላሽ ኢራን ካብቲ ትማሊ ለይቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን እዩ ከም ዝበለ ሮይተርስ ጸብጺብሎም ኢራን እስራኤል ሕነ ክትፈዲ ድጋፍ እንተተገይርላ ድማ ኣብ ልዕሊ መዓስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝስዕብ እውን ንዋሽንግተን ኣጠንቂቓ እያ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብወገኑ ዝኾነ ተወሳኺ ስጋታት ንምምካት ድልው ምዃኒኡ ኣረጋጊጾም ውሃብ ቃል ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ዳንኤል ሃጋሪ እስራኤል 99 ሚታዊት ካብቲ ብኢራን ዝተወንጨፈ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝዓገተቶ ብምሕባር ኢራን ዝገጥማ ግብረ መልሲ ዓጸፌታ ክኸውን ምዃኑ ኣጠንቂቖም እቲ ኩነታት ቀጻሊኡ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ድማ ካብ ኢራን ዝመጽእ ተወሳኺ ስጋታት ንምምካት ድልዊ ክብል ከዓ ወሲኹ ኣብሪሆም ሰራዊት እስራኤል ፈረንሳ ካብተን መጥቃዕቲ ኢራን ንምክልኻል ዝነጥፋ ሃገራት ከም ዝነበረት እውን ገሊጹሎም ዓባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ዮርዳኖስን እውን ኣብቲ ፃዕሪ ሓጊዘን እየን ክብል ኣብሪሆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ጉጅለ 7 ማለት G7 ዘይጉቡ መጥቃዕቲ ብምባል ንስጉምቲ ኢራን ኮኒኖም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ነቲ ሸለልትነት ዝመልኦ ክብል ዝገለጾ መጥቃዕቲ ብዕቱ ብምኹናን ወጥሪ ዘጋድድን እቲ ዞባ ናብ ዘይምርግጋእ ንኽኣቱ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን እዩ ኢሉዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስቲን ትሩዶ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳ ስቴቨን ስጆርን ሰብ መዚ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ካብቶም ንመጥቃዕቲ ኢራን ብትሪ ዝኾነን እዮም ብኻልእ ዜና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ምስ ዕጡቓት ፋኖ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ኣመራርሓ ብርጌድ ቀቲለ ክብል ገሊጾም እቲ ሎሚ ንሰራዊት ምክልኻል እታ ሃገር ብምጥቃስ ዝወፀ ሓበሬታ ናይ ሞጣ መብረቕ ብርጌድ ኣዛዚ ሻለቃ መንበሩ ጌታየን ሰሜን ሜጫ ናይ ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ብርጌድ ኣዛዚ መንግስቱ ኣማረን ምክትሉ ሃብቴ ተሸመን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ኣዘዝትን ኮማንደራትን ከም ዝቐተለ እዩ ኣፍሊጦም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ዝበለ ገለ ኣባላት ዕጡቋት ፋኖ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ምስ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ምልዋጥ ተኽሲ ምክያዶም ድሕሪ ምሕባር እዮም ኢራን ሃዝ ላንችድ አ ዳይሬክት ኣታክ ፍሮም ኢራኒያን ሶይል ቱዋርድስ ዘ ስቴት ኦፍ ኢዝራኤል ዊ ኣር ክሎስሊ ሞኒቶሪንግ ኢራኒያን ኪለር ድሮንስ that are en route to Israel sent by Iran.
This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. I will keep on updating you. Thank you.